السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ المحاضرة نمرة 7 هنكمل فيها الـ State Space Modeling اللي احنا وقفنا عنده آخر مرة، إن احنا قلنا إن ممكن من أي Differential Equation أقدر أطلع State Space Model بيتمثل في Matrix A و B و C، وأخدنا ليه 3 Forms: Controllable Canonical Forms، Observable Forms، و Diagonal Form. قلنا الـ Diagonal Form دي هي من أحسن الفورمز اللي احنا بنحاول نوصلها، بس دي ممكن نوصل لها لو ال denominator اقدر اعمل له factorization واعمل له partial fraction واطلع له الفولز بتاعته. طيب، هل احنا لو عندنا اي فورم تانية ما اقدرش اوصل لها diagonal form؟ لا، ممكن اوصل لها diagonal form عن طريق حاجة اسمها ال eigen values. ال eigen values دي بتتجاب من الماتريكس matrix A. eigen values دي برضو اسمها characteristic roots، اللي هي roots of the equation. تعال ناخد الاكزامبل بتاع ايه ده، كان دي الاي ماتريكس، بحاول اجيب لها الترم بتاعتها مع الايجن فاليوز من المعادله اللي موجود عندنا دي، اللي هي لامدا اي ماينس اي. جميل، واجيب الترم بتاعتها. لو دي الاي ماتريكس اجيب لها لامدا اي بتاعتها. لامدا اي يعني ايه؟ يعني ماتريكس دايجونال ماتريكس الدايمنشن بتاعتها هي الدايمنشن بتاعت الايه. يعني لو الايه ماتريكس 3 في 3 هتبقى دي 3 في 3 برضو. جميل. طيب، كل الاوف دايجونالز بزيرو والدايجونال هيبقى لامدا، واطرحهم من بعض هتطلع لامدا ماينس 1 0 0 لامدا ماينس 1 6 11 لامدا بلس 6. يبقى انا كده جبت لامدا اي ماينس اي دي. اجيب الديترمنت بتاعتها، يبقى انا هجيب الديترمنت بتاعت الماتريكس 3 في 3. احنا خدناها قبل كده الديترمنت ماتريكس 3 دي من واحنا في اسمه ايه ده، من واحنا في الرياضيات. طيب بعمل ايه؟ بشطب صف مع عمود. يعني لو خدت لامدا هشطب صف وعمود واجيب الايه ادي الترم بتاعت الماتريكس التانية، اللي هي لامدا في لامدا بلس 6 ماينس ماينس يبقى بوزيتيف 11. جميل، ناقص باخد اللي بعدها واشطب صف وعمود، يعني ده بيتشطب وده بيتشطب، ويبقى دي في دي بصفر ناقص دي في دي اللي هي بستة، يبقى ناقص يبقى زائد يبقى ناقص 6. دي في دي ناقص دي في دي زائد اخر واحدة اللي هي بزيرو اللي هي تطلع بصفر، يبقى تطلع من الاخر لامدا كيوبد بلس ستة بلس لامدا سكويرد. نقولها تاني كده، استنى شويش، ناخدها واحدة واحدة. هتبقى لامدا لامدا سكويرد بلس ستة لامدا زائد 11 ستة تساوي زيرو. جميل، هيبقى لامدا كيوبد زائد ستة لامدا سكويرد بلس 11 لامدا زائد ستة ايكوالز تو زيرو. تبقى هي دي الايكويشن. الايكويشن دي الروتس بتاعتها واحد واتنين وتلاتة، هنا زي بالشكل ده. لما نيجي نفكها هتبقى لامدا بلس 1 لامدا بلس 2 لامدا بلس ايه 3، يبقى طلع الروتس ناقص واحد ناقص اتنين ناقص تلاتة. يبقى هي دي الايجن فاليوز بتاعت ايه، بتاعت السيستم. طب بنستخدمهم في ايه؟ بستخدمهم فبطلع الدياجونال ماتريكس. بقول بقى ان اللي بيربط الستيتس مع بعض هي ماتريكس A. جميل، طيب الستيتس X هي اللي بتربطها، اللي هي ب X دوت بتساوي A X. طب أنا ممكن أجيب ماتريكس تانية B وهي دي اللي هتغير لي ماتريكس A وتخليها دايجونال ماتريكس. عن طريق إيه؟ عن طريق الأيجين فاليوز. بس هقول بقى في الحالة دي، هقول هفترض إن X ستيتس دول هيتغيروا، هيساووا P في Z، و Z دي الستيتس الجديدة. جميل، انا بشتغل هنا على سيستم انا معرفش ايه هي نوع الستيتس بتاعته،
انا عندي ستيتس وخلاص، سكند اوردر، ثيرد اوردر، فورث اوردر، يعني عندي 4 ستيتس، 3 ستيتس، 2 ستيتس. بس انا بجيب بي ماتريكس دي عشان تقدر تجيب لي دايجونال فورم للسيستم كله. ده معنى، تعالوا نقول البي ماتريكس دي هتبقى معروفة، اول صف وحايد، تاني صف هنرص الايجن فاليوز لامدا 1 لامدا 2 لغاية لامدا ان، تالت صف هيبقى لامدا 1 سكويرد لامدا 2 سكويرد لغاية لامدا ان سكويرد، وهكذا لغاية ان ماينس 1 تو ذا باور ان ماينس 1. طب هتفيدنا بايه؟ هتفيدنا ان انا هاخد بي دي اجيب الانفرس بتاعها واضربها في اي وبعد كده اضربها في بي تاني، يطلع لي نيو ماتريكس، نيو اي، ايه جديدة؟ هي عبارة عن الدياجونال بتاع الايجن فاليوز كله، وكل ده بزيروز. طيب نشوف اكزامبل، يعني لو انا عندي ماتريكس اي 3 في 3 بالشكل ده، ده كنترولبل كانونيكال فورم. هجيب اس ماتريكس او هي زي البي بتاعتي، بحيث ان اس دي لو اضربها في زد هتساوي الاكس اللي هي الستيتس. جميل، علاقتها 1 0 1، بعد كده لامدا 1 1 لامدا 3 لامدا 1 سكوير 2 لامدا 1 لامدا 3 سكوير. هي النقطة في ايه بقى؟ ان احنا لو عندنا multiple eigen values في matrix A، من الصعب ان انا اجيب diagonal matrix ليها. جميل؟ يعني ايه multiple eigen values؟ يعني عندي 2 والتالت مش موجود، يعني عندي لامدا 1 ولامدا 3. جميل؟ لامدا 2 does not exist، يعني عندي كأني لامدا 1 بتساوي لامدا 2، هي لامدا 1 اهي ولامدا 1 اهي، هي بعد كده لامدا 3 على طول. دي عندها ايجن فاليوز بتاعتها بالشكل ده، لامدا 1 لامدا 1 لامدا 3، بس اتنين دول بيساووا بعض ودي مش موجودة، فبعملها بالطريقة دي اللي هي طريقة 1 و0 و1، وبعد كده لامدا 1 1 لامدا 3 على طول. لما اجي اضرب دول في بعض بيطلع لي فعلا دياجونال فورم، بس في واحد هنا بس برضه تمشي جوردوني كانونيكال فورم وتمشي حلوه كويسه. دي الحاله الوحيده اللي ايه ممكن يطلع لي فيها مش كله دياجونال بالظبط. بس تعال ناخد اكزامبل اكس اي، ده اكس دوت اي اكس بي فيو، ودي السي. جميل، هنا ال A زي ما احنا شايفين هي اللي كانت في أول سلايد خالص، و B هتبقى 0 0 و 6 و C 1 و 0 0. من هنا احنا طلعنا من الأول إن دي 3 ايكون فاليوز، لاندا 1 لاندا 2 لاندا 3، ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، يبقى دي مش مالتيبل ايكون فاليوز، دي كل ايكون فاليو لوحده ليه قيمة. طيب يبقى أنا لازم أطلع له P ماتريكس، P ماتريكس بتساوي 1 1 1، بعد كده لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3، يبقى ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3، بعد كده لامدا 1 سكوير لامدا 2 سكوير لامدا 3 سكوير، يبقى هنا 1 4 9، يبقى انا كده جبت ايه؟ P، بحيث ان P تتضرب في Z تساوي ال X A ستيتس، وال Z دي هي ال ستيتس الجديدة، يبقى بالتالي اهي البي. طب انا هستعمل البي في ايه؟ ان انا اجيب سيستم جديد بقى، بي انفرس في ايه في بي، كل دول مع بعض عبارة عن نيو سيستم. ازاي؟ احنا قلنا ان اكس هتساوي بي في زد، لو عملت differentiation هيبقى x dot بتساوي p في z dot. خلاص هنا x dot
تساوي A fix زائد B few. يبقى بدل ال x dot هحط B z dot، وبدل ال A بدل z sorry هحط B z. يبقى السيستم بقى بالشكل ده. طب انا عايز اخليها z dot هتساوي A new مثلا في z زائد B U. يبقى هعمل ايه؟ هضرب في B inverse، يبقى باخد B دي اضربها هنا B inverse، وهنا تبقى B inverse. يبقى بالتالي عندي B A جديدة و B جديدة، يبقى Z dot هتساوي A جديدة A new في Z زائد B new في U، و B new دي هتبقى B inverse في B القديمة، وال A new دي هتبقى B P inverse A في P بالشكل ده. ادي P inverse، وادي ال P، وادي ال A، وادي ال P inverse، وادي ال B. هنضرب التلاتة دول في بعض يطلع لي ال A الجديدة، هتطلع بالشكل ايه؟ diagonal value. طيب وهنا نفس الشيء، هضرب ال P inverse في دي هتطلع لي ايه؟ B جديدة. طب ال output، ال output Y، output Y بيساوي C في X، يبقى يساوي C P في Z، يبقى اضرب ال C في ال P هتطلع كلها 1 كده. يبقى معنى كده انا استفدت ايه؟ استفدت ان الواي هتشوف كل الستيتس، والستيتس دي جديده. جميل. وهنا اليو هتقدر تكنترول all the states مع بعض في للستيتس الجديده. طب حد يقول لي طب انا كده غيرت الستيتس يا دكتور، هقول له ما انا اصلا ما كنتش عارف ايه الستيتس القديمه. انا كان عندي سيستم ده عباره عن واي دبل دوت سوري واي دبل دوت تريبل دوت زائد 6 واي دوت زائد دبل دوت زائد 11 واي دوت زائد 6 من غير واي دوت هي اي واي دبل دوت صح زائد 6 واي هتساوي يو. هو السيستم كان عباره عن ديفرنشال ايكويشن بالشكل ده، وما اعرفش ايه هي الستيتس. انا افترضت ان الواي الاوتبوت ده هو فيرست ستيت. طب لو اتغير الواي ده ما بقاش هو الفيرست ستيت، ممكن يبقى اي حاجه تانية مش مشكله. تمام. يبقى انا كده عرفت الطريقه ان انا هقدر احول اي كانونيكال فورم لايه؟ لدايجونال فورم، حتى لو ما اقدرش اعمل لها حاجه اسمها فاكتورايزيشن للدينومينيتور. جميل كويس. طيب هل اعرف اجيب ترانسفير فانكشن لاي ستيت سبيس ايكويشن؟ اقدر اجيب ترانسفير فانكشن لاي ستيت سبيس ايكويشن. ادي ترانسفير فانكشن، ومن الترانسفير فانكشن دي اقدر اجيب ستيت سبيس موديل على طول. احط ايه؟ كانونيكال فورم ولا كنترول فورم ولا whatever. هنا حطه observable form، controllable canonical form sorry. وهنا حطه في observable form، يعني ممكن احطه بالشكل ده وممكن احطه بالشكل ده. اظن ايه دلوقتي احنا نقدر نعملها. طب نقدر نكتبه بالماتلاب؟ نقدر نكتبها بالماتلاب. بتحط النومينيتور بالشكل ده، تفتح الاول الماتلاب وتفتح ال الورك سبيس بتاعته، تبتدي تكتب ان يو ام بتساوي 11 11 10 10، وبعد كده دي نومينيتور تحط الكوفيشنتس اللي تحت. استنى كده تاني هقولها لك. احنا عندنا سيستم بيقول 10 اس زائد 10 على اس كيوبد بلس 6 اس سكويرد
بلس 5S بلس 10. معنى كده ان اللي فوق ده عبارة عن array، array فيها 2 terms 10 و10، يبقى 10 وادي 10. والاري التانية اللي هي بتاع الدينومينيتور فيها 3 terms، 1 2 3 4 بالشكل ده، يبقى 1 6 5 10. طب هيجي حد يقول لي بقى، طب افرض بقى يا دكتور ده مش موجود خالص، هي اس كيوبت وعلى طول بعدها اس على طول. هقول له لا هي موجودة بس هي مضروبة في زيرو كوفيشنت، يبقى احط هنا ايه، اشيل دي واحط مكانها زيرو كوفيشنت بس، واستخدم الاوردرز اللي موجودة هنا اهو. لو بقول ترانسفير فانكشن اس اس، روح رامي لي كله ايه، الاقي ترانسفير فانكشن ستيت سبيس اهي كده اهو، حول من ترانسفير فانكشن لستيت سبيس، يروح رامي لي كله اي ماتريكس بي ماتريكس سي ماتريكس ودي ماتريكس. جربها على الماتلاب كده وشوف. ادي سيستم تاني اهو، بقدر استعمل نفس الاوردرز وشوفها. جميل. نيجي لحاجة تانية اسمها ال State Transition Matrix. ال State Transition Matrix دي هي اللي بتشوف لي الترانزينس بتاعت السيستمز. السيستم عندي عبارة عن x dot بتساوي a x plus b u. انا عايز اشوف الريسبونس بتاع الاكس من اول x1 لغاية xn as a function of time. هجيبها ازاي وانا عندي هنا differential equation؟ هنا قال ايه، قال في الاول انا هشتغل على حاجة اسمها ال homogeneous state equation. في ال homogeneous state equation بيفترض ان الانبوت ده مش موجود، بيساوي صفر، كانه مش موجود. يبقى من الاخر هتبقى x dot بتساوي ax على طول، يعني ال x كان دي مش موجودة بقى، هيبقى x dot هتساوي ax. طيب اللي انا اعرفه ان انا هحول ده للابلاس ترانسفورم، في اللابلاس ترانسفورم الدوت بيبقى s، هيبقى s x of s هتساوي ax of s. جميل جدا. هاخد ال x كون فاكتور، ما ينفعش. ليه؟ لان هنا انا عندي initial condition s x of s minus x of 0. ال initial condition بتاعي قبلها هيبقى عامل ازاي؟ هتساوي a x of s. دي مهمة قوي، دي بتبان في ال state space. طب هتيجي تقول لي طب انا لما بحولها في الترانسفير فانكشن ما بتطلعليش ليه دي؟ اقول لك لان احنا في الترانسفير فانكشن بنفترض ان الانيشال كونديشن بزيرو، كانه مش موجود، لكن هنا الانيشال كونديشن مش بزيرو، بقيمه. فاكر لما في الاول كنت بكتب with the knowledge of x node الانيشال كونديشن بكام؟ جميل. خلاص هاخد x كومن فاكتور، يبقى s x s ودي دي في ناحية ودي في ناحية، يبقى ناقص a x of s هتساوي x نوت، يبقى ال x s هتساوي s i ناقص a inverse في ال x نوت بالشكل. هنا اهي اهو، اخدنا اس اكس اس واكس نود اهو والاي اس اكس، مشينا بنفس الطريقه لغايه لما وصلنا للحته دي. من اول الحته دي بقى هعمل لها انفرس لابلاس عشان نرجع تاني ايه للتايم دومين. طب هعمل انفرس لابلاس دي ازاي؟ طيب دي من غير الانفرس لابلاس ممكن تتفك بسيرز بالشكل ده، i على s a على s squared a squared على s cubed. طب الانفرس بتاعها يبقى هجيب انفرس لكل ترم لوحده، انفرس واحد i على s يعني i،
inverse a على s squared يبقى a of t a t a squared على a squared على s cubed يبقى a squared t squared على s على factorial 2 وهكذا لغاية الآخر. دي لو جمعتها مع بعض هكتشف ان دي السيريز بتاعت e اس a t اللي هو الاكسبوننشال a t. يبقى من الآخر x of t هتساوي ال exponential a t في ال x node، واللي مضروب في ال x node ده هو ال phi t. دي اللي اسمها ال state transition matrix، دي الأساس بتاعنا. وال state transition matrix دي ليها properties كتير أوي. يبقى ال state transition matrix دي هتساوي ايه؟ هتساوي e اس a t function of time ال t بتساوي صفر هتبقى identity matrix. لو حملها differentiation هتلاقي ال a matrix هي اللي اترصت، وليها properties تانية كتير. زي لو جيت تفكها هتبقى عبارة عن diagonal matrix، وكل matrix دي عبارة عن كل element فيها عبارة عن e اس لامدا i of t، وال i ده ايه؟ اللي هو ال eigen value. يعني لو هي 3 states هيبقى عندي 3 eigen values، لو هي 4 states هيبقى عندي 4 eigen values. وال state transition matrix دي properties بتاعتها كتيرة زي ما قلنا. ال t بتساوي 0 هتبقى identity، والانفرس بتاعها هو هو بيساوي لو انت حطيت نفس الماتريكس بس t بالناقص. ولو عندك 2t t1 plus t2 تقدر تفصلهم e اس a t1 e اس a t2، فتبقى ماتريكس 5t1 و 5t2 او 5t2 مضروب 5t1. لو ماتريكس دي to the power n تقدر تدخل ال n جوه تبقى n of t and so on. طيب تعال ناخد اكزامبل. عايز اطلع الستيت، عايز اجيب الفاي الستيت ترانزيشن ماتريكس للشغل ده كله. طيب هنجيبها ازاي؟ الاول كده الستيت ترانزيشن ماتريكس فاي اوف تي بتساوي ال inverse Laplace بتاع S I minus A inverse، صح؟ يبقى اجيب S I minus A inverse بعد كده اجيب له ايه؟ inverse Laplace. طيب تعالى نجيب ال A matrix اللي هي عبارة عن 0 و 1 ناقص 2 وناقص 3. يبقى ال A matrix عبارة عن 0 و 1 ناقص 2 ناقص 3 فمضروبة في S 0 0 S، يعني هتساوي S minus 1 2 S plus 3. طيب عشان اجيب الانفرس بتاع الماتريكس دي لازم اجيب الديترمنت بتاعت الماتريكس، اللي انا بقول واحد على الديترمنت واجيب دي مكان دي وغير البولاريتي بتوع دول، يبقى S plus 3 واحد ناقص اتنين اس. تأكد ان احنا بنقوله ده صح. ايوه بالظبط كده اهي. طيب اجيب الديترمنت ازاي؟ الديترمنت هتساوي ده في ده ناقص ده في ده، يبقى determinant هتساوي S في S زائد 3 ناقص ناقص يبقى زائد، يبقى زائد 3 يبقى يساوي S squared plus 6S زائد 2، سوري زائد 2.
تلاتة اس زائد اتنين، دي ممكن تتفك تبقى اس بلس وان اس بلس تو زي ما هي واضحة اهو، اس بلس وان و اس بلس تو اهي. يبقى لو دخلتها جوه ماتريكس تبقى كده اس زائد تلاتة على اس بلس وان في اس بلس اتنين، واحد على اس بلس وان في اس بلس تو وهكذا. يبقى انا عشان اعمل انفرس لابلاس هعمل انفرس لابلاس لكل element لوحده، يبقى عايز اعمل فاكتورايزيشن لكل element لوحده. يعني ايه فاكتورايزيشن لكل element لوحده؟ تعال ناخد ال element ده، هيبقى s plus 3 على s plus 1 في s plus 2 هيساوي s plus 1 زائد 1 على s plus 2. حط هنا ال s minus 1 وخبيها وعوض الباقي، يبقى هنا دي ب2 ودي ب1 هتبقى ب2. حط هنا s بتساوي minus 2 وخبيها وعوض في الباقي، هيبقى هنا ناقص 1 وهنا 1 هتبقى كام؟ minus 1. جيب الانفرس لابلاس بتاعها هتبقى دي 2 اي اس ناقص تي، واللابلاس انفرس هنا بقى ايه؟ اي اس ناقص 2 تي. بالتالي ممكن نعمل كده في كل element، كل element تاني. احنا ده اتعمل الالمنت الاولاني، سوري اتعلم الالمنت الاولاني ده، نقدر نعملها بقى الالمنت التاني والتالت والرابع لغاية لما تطلع الماتريكس بالشكل ده، وتبقى دي زي ما قلنا اهو ده الانفرس لابلاس بتاع الاولاني زي ما احنا طلعناها، والتاني والتالت والرابع. تبقى هي دي الستيت ترانزيشن ماتريكس بتاعتنا، وده الانفرس بتاعها. لو حاولت تجيب الانفرس بتاعها تكتشف ان انت كأنك عوضت تي بماينس تي. دي بقى ايه عليكم تعملوها وتتأكدوا منها. ان شاء الله بقى في الفيديو اللي جاي هنكمل بقية الستيت ترانزيشن ماتريكس في النون هوموجينيوس سيستم. ده كان هوموجينيوس، هنكمل النون هوموجينيوس.